السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. تفاصيل دخول ملعب 19 عنابة، لكن قبل ما نبدأ الخبر لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو والصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تفاصيل دخول الجماهير إلى ملعب 19 مايو لعنابة، وإعلان لجنة تنظيم مباراة تونس والجزائر الودية وموعد الدخول إلى الملعب بعنابة الذي يحتضن اللقاء ويلاقي المنتخبين الوطنيين الجزائري والتونسي اليوم الثلاثاء 20 جوان بدءا من الساعة 8 مساء بملعب 19 مايو 56 بعنابة. وكشفت اللجنة في بيان لها تخصيص مقاعد مجانية للجماهير التونسية، المدخل عدد واحد على يسار الملعب مع ضرورة إظهار جواز السفر التونسي. ونبأت اللجنة القادمين من تونس إلى أن ركن سيارتهم سيقوم بمحطة الحافلات محمد صنديد بولاية عنابة والطريق مطري رقم 44 وتبعد حوالي 2 كيلومتر عن ملعب المباراة. وخصصت اللجنة أيضا حافلات من المحطة ذاتها لتنقل الجماهير التونسية إلى ملعب 19 مايو، ويفتح الملعب أبوابه للعموم في حدود منتصف النهار الساعة 12 ظهرا حسب ما جاء في البيان. ومنعت لجنة التنظيم الجماهير إدخال المأكولات والمشروبات إلى الملعب، مؤكدة تخصيص مطاعم لاقتناء حاجاتهم داخل الملعب. نتمنى التوفيق للفريقين، نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، وتوقعاتكم إن شاء الله المباراة الجزائر وتونس الودية.